عندك سجاير يا ام سامح؟ سجاير ايه؟ اللي ام ازرق ولا ازرق؟ عين. خدي يا حبيبتي تعيش. خدي ولاعه تاني كمان. يلا خالتي ام سامح والنبي والنبي الاقيش عندك شاحن سامسونج وشويه مسحوق غسيل؟ اشوف لك. يا رب يخليك. الهدية دي ما بحبهاش. خد هادي الشاحن وادي ده اخر راح. ماشي حبيبي شكرا. ام سامح يا اختي ما تشوفي كده جاتلي جوابات؟ لا يا اختي ما فيش جوابات. بص هتيجي بعد ساعه. ماشي. عايزين حاجه يا بنات؟ خالتي شوفي عند ام سامح كده في مانجا. عندك مانجا يا ام سامح؟ قولي لها عايزاها صحيحه ولا عصير؟ صحيحة ولا عصير؟ لا عصير. عصير. أشوف لك يا أختي. يا رب تلاقي مانجا. اتفضلي. شكرا يا أم سماح. مش معقول أم سماح أنت بتفكريني بواحدة كانت بتطلع في الأفلام زمان بحبها قوي اسمها ماري بوبينز. طب أم سماح أنا هطلب منك طلب صعب جدا. عندك فانيلا لاتيه؟ عينيا يا حبيبتي خد. استنى. اشربي يا اختي بقول انا بالشيفة. طب انا عايزاه بفوم. هاتي يا اختي شوف اخرتها. خدي يا حبيبتي. شيرين انا جات لي فكره فظيعه. خطه معتمده على ام سماح. ام سماح ممكن تيجي معايا ثانية عشان أنا عايزة أدور في الكشك بنفسي على حاجة؟ عينيا يا أختي. يلا. على إذنك يا أختي. اتفضلي. كل حتة. مية وعشرين سنة. مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم يا رب. 120 سنة. خلاص يا عم الحاج بقى 120 سنة 160 سنة ما تخوتناش. هنفضل هنا 120 سنة. استغفر الله العظيم. شوف صاحبك يا عم. 120 ناقص 5 بكام؟ ليه؟ 120 سنة شيل منهم الخمس أيام اللي احنا قعدناهم يتبقى كام؟ مش فارقة. ليه؟ مش فارقة لأنهم 120 سنة. 120 سنة بس. اهي جت اهي. مين دي؟ الفكرة هنهرب من هنا ومعانا الخطة. نهرب؟ اه. نهرب ازاي وخطة ايه؟ بسيطة. احنا نعمل نار عشان تعمل دخان، الانذار يضرب يفتحوا البيبان يهربوا المساجين ونهرب كلنا. هي خطة حلوة وذكية بس مفيش حد هنا معاه ولاعة بياخدوها مننا واحنا داخلين. بسيطة. هنعمل نار. هنعمل نار ازاي؟ نجيب شوية قش نحطهم في الأرض ونجيب زلطتين، زلطة هنا وزلطة هنا، ونقعد نحكها نحكها نحكها. أنت مش عايز تولع، أنت عايز تحكها. أنا أعمل أي حاجة بس أخرج من هنا. أنت عيل مياس ولا بتعمل أي حاجة. إيه ده؟ إيه التدخين ممنوع ولا إيه؟ أنت معاك ولاعة يا هاني؟ بقالنا ساعة بنقول فين الولاعات وأنت معاك ولاعة؟ يا جماعة ما حدش قال لي هات الولاعة، ما أنت شايفني بولع سجاير من الصبح. يا بجاحتك يا أخي. وبعدين صحيح مين اللي قال لك اللي فيه أصلاً إنذار هنا؟ وحتى لو فيه إنذار، مين اللي قال لك إن هو بيضرب؟ عم حسين بس اللي بيضرب. انا سمعت حد بيقول اسمي. في حد بيتكلم هنا؟ احنا اسفين يا عم حسين. احنا كنا بنقول حسين فهمي بس عشان هو شبهك الخالق الناطق فانت حسيت ان نتكلم عليك انت. وعم حسين ده جاحد. والله بيضرب بالجوز كده. بالجوز ايه ده؟ الواحد عنده جوز يا جماعة. ومش محتاج يضرب، كفاية الذبذبات بتاعت صوته دي تدمرك اصلا. حسيتها؟ طب انا عندي فكرة نهرب بيها. ايه قول. بص هي اتعملت في افلام كتير بس حلوة. ما لو اتعملت في افلام كتير تبقى مفقود. اسمعها طيب للاخر. احنا نجيب المواس ونجيب مية ونحط المواس في بقنا ونشرب مية ونبلعها. المواس تنزل تقطع مصارينا، نقعد نصوت نصوت، يجي ياخدونا على المستشفى. من المستشفى الهرب بيبقى اسهل. يا سلام يا سلام. طب افرض الشارع واقف، الكوبري واقف، عربية الاسعاف اتعطلت، نتصفى كده كلنا؟ لا خالص، ممكن احط صباعي في بقي ارجع تاني. ترجع ايه؟ ارجع المواس. لا لا مفيش ترجيع. ليه ما يرجع؟ لا خد المواس مفيش ترجيع. الله، هو مش معاه فاتوره؟ معلش ما عدى اسبوع. لا ما ينفعش ترجع الا ايه ده؟ ايه ده؟ اللي خلي في السكه دي ليه؟ حلوه السكه تعالى. حلوه ايه؟ احنا بنشوف هنهرب ازاي؟ يا سيدي ما ينفعش ترجعه من هنا. مرجعه منين؟ لو رجعته من هنا هتتدبح. ايوه رجعه منين يعني؟ ترجعه من هنا.
بس بس يا ضحي بس 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 يا ضحي هي نازله بقى تقعد بس يا ضحي بس بس ما تقرفنيش خيالي شغال واد لو انا كلونيا بعديها على طول عشان اللي انت عايز سيف صادق هذا الحق اهو افندم هاني شاكر محمد فؤاد انت اوبر تسمع لا ما مش محرم فؤاد انت بتقول لي محرم صاحي محمد منير وري اتفضلوا معايا البيل مامور عايزكم لا احنا زعلانين منه خليه هو اللي يجي اتفضلوا معايا البيل مامور عايزكم اتفضل حاضر في ايه يا حظ منه هو جاي وفي عين الشر يلا تهو اهو 120 سنة ايه 20 سنة نيل عم بالراحة نيل انت كويسة؟ اوعى يكون حد عمل لك حاجة اوعى تكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا ولا انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف انا اسف جدا اصله شكل هاني بالظبط فكرت بقول لك ايه؟ نعم انت لسه واخد افراج ولا تحب ترجع السجن تاني؟ افراج؟ افراج ازاي؟ للاسف واحد اسمه ابو الدهب دفع التعويضات للناس اللي كانت مقدمه فيكم بلاغات وتنازلوا عن المحاضر طيب تأمرنا بحاجه يا سياده المامور لا لسه يا حبيبي في شويه اجراءات كده وبعدين تتنقلوا تغوروا في داهيه حسبي الله ونعم الوكيل ابو الدهب ابو الدهب ربنا يكرمك ابو الدهب قلت لك مش هسيبك قلت لك مش هسيبك يعني مش هسيبك اظن انا مؤاخذه عملت اللي عليا فاضل انتوا تعملوا مؤاخذه اللي عليكم بقى تفضل المجله اهي شكرا ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه؟ بتعمل لمؤاخذة اللي اتفقنا عليه؟ انا خلصت لكم الناس اللي اتحبستوا بسببهم ودفعت تعويض دم قلبي وانتوا تدوني المجلة وتمشوا وما اشوفش وشكم تاني. بعتي حلمك يا نيلي؟ ما كانش قدامي حاجة تانية اعملها يا سيف. طب كويس يلا بقى نروح نستحمى. انا اسفة قوي يا سيف. انا اللي وردتكم في كل ده، اسفة ليكم كلكم. اسفة ده يا عسل. انا كاعي دم قلبي في المشاوير بتاعتكم دي، انا عايز فلوسي. اتنيل هو انت حيلتك حاجه يا مرقع انت ما تسكت بقى وخليني ساكته وكاتمه طب انت صباح انا ما غلطتش فيكي خلاص يا خالتي هنشوفه دافع كام ونديهم له على الجزم على البرتوش وانت كمان يا صباح انا اسفه قوي بهدلتك معايا جدا لا يا حبيبتي اسفه على ايه ده انا انبسطت جوه قوي قابلت كل صاحباتي اللي بقالي زمن ما شفتهمش طيب انا هلحق بقى قبل ميمي في الخنك لا تعد نيلي كريم ولا تطبق في زمارة غدا عبد الرازق مش ناقصين مشاكل أشوفكوا بعدين ايه ده؟ انتوا حليتوا الكلمات المتقاطعة كمان؟ حليناها يعني كنا بنتسلى كده بنضيع الوقت شكرا على كل حال يلا ضحي يلا ايه؟ يلا مين؟ يلا ضحي لا ابو الدهب ايه؟ انا لازم اروح البيت اكل لقمة استحمى انضف اقلع الهدمة اللي بقالها اسبوع على جدتي واعرفك ازاي انا ضحي عرفك ازاي لما تغير وتنضف انا بعرفك من ريحتك يلا ناخد الفلوس وبعد كده اعمل اللي انت عايزه يا ابو الدهب ايه انا الحشرات الزحفه بتاكل في عمي خليها تاكل خليها تاكل يلا طلعت في لحمي يلا يا جماعه احنا كمان نروح نستحمى انا حاسس ان انا بقيت منتل لا احنا لسه عندنا مشوار مشوار ايه تاني لازم نروح عند عم بندق وهنعمل ايه عند عم بندق يلا بس نروح وانا افهمكم هناك يلا تسعين جنيه بجول بورسعيد 7.5 جنيه انت بتعمل ايه؟ بحسب يا حبيبي الفلوس اللي كعتها معاكم عشان اخد حقي 7.5 جنيه كبده وسجق من على بركه الله اللي في رمسيس 25 جنيه كافتيريا بورسعيد على فكره انا اللي دفعت الفلوس دي بجد؟ ايوه ابن النصابه حاسبني وحاسبك؟ تقلقش هتاخد حقك 50 جنيه كافتيريا البورسعيد ايه تاني؟ 20 جنيه جيلي كولا لماما كول لماما ميمي يبقى كده 571 جنيه انا عايز منكم 571 جنيه 571 جنيه ايه يا معفن ده انا غرقك فلوس والنبي تنيل انت حالتك حاجه يا ماما بس بس انا مش عايز كلام انا عايز اعرف انتوا ليه جبتونا عند راجل السقيل دوت انا عايز اروح استحمى عشان ندور على الفلوس يا سيف فلوس ما الفلوس ما المجله مع عم دهب لا عم دهب اخد مجله مش المجله احنا غلطنا في التشكيل يعني ولا مش فاهم منك حاجه انا هفهمك احنا كلمنا عم دهب قلنا له هنعمل معاك ديل انت تطلعنا من كل القضايا اللي علينا واحنا هندي لك المجله وقلنا لام سماح تجيب لنا عدد ميكي قديم ام سماح مين ام سماح دي خطيره عامله زي الفيري كوين عندها كل حاجه كانك قاعد في كارفور بالظبط
ده انا قلت لها عايزه فانيلا لاتيه عملته لي وفي فوم كمان. ايه الخطوره في ان هي تجيب لك فانيلا عليها دوم يعني؟ مش مهم، انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعه وكتبنا مسج زي اللي جده بيكتبهم بالظبط وادينا له المجله. واحنا بقى معانا المجله الاصليه وسوحنا هو بقى بالمجله المزيفه. يا ولاد اللذينة، يعني الفلوس ما ضاعتش ولا حاجه؟ ولا مالكش دعوه بالفلوس دي خالص، انت ليك فلوسك وبس. ال 571 جنيه. 571 جنيه بس يا شوشه؟ هو احنا في بيننا فلوس يا ماما؟ وبعدين ما تحكميش على حد وهو غضبان. هو احنا لسه هنحل اللغز تاني؟ انا عايز استحمى. خلاص يا سيف، وير اولموست دان. وبعدين بقول لك انا وشريهان حلينا الكلمات المتقطعه. بتقول ايه؟ بتقول ان الحل في العدد القادم. طيب بسيط يا جماعه، قولوا لي انتوا بس العدد القادم دوت رقم كام وانا اقلب لكم عليه الدنيا. ما هي دي المشكله بقى، ان العدد اللي احنا لقيناه مكتوب عليه انه العدد الاخير. طب ازاي العدد الاخير ولسه في اعداد بتتبع؟ العدد الاخير اللي جده عمله قبل ما يبيع المجله، مش العدد الاخير عامه. طب ازاي يا جماعه الحل في العدد القادم وده العدد الاخير؟